في بقى كان في زي ما قلت لكم انها عملت انا وبناته ومنتهى الفرح، دي مجموعة افلام بس كانت مشهورة اكتر في الغناء وكانت عظيمة ومفيش حد قدر يقلدها، برغم ان في وقت ظهور فايزة احمد كان في مطربات كبار جدا جدا لهم اسم، زي طبعا كوكب الشرق ام كلثوم وفايدة كامل والشحرورة صباح والفنانة وردة الجزائرية، وكان في بينهم وبين بعض مفيش شك منافسة، لكن منافسة شريفة، كل حد او مطرب او مطربة من هذه النجوم كانوا بيعملوا كل جهدهم عشان يقدموا الفن الراقي الفن الجميل. ويعني الفنانة فايزة احمد كانوا بيقولوا عليها عصبية شوية، لا هي مش عصبية كده على طول، هي عصبية في شغلها عشان كانت دؤوبة بتحب تطلع شغلها او اي عمل بتقدمه بصورة متكاملة بصورة جيدة عشان تسعد الجمهور، ففعلا كانت في نقطة شغلها دي هي مهتمة جدا بشغلها. وكروان الشرق يعني فايزة احمد وعبد الحليم حافظ وكل دول كانوا بينافسوها وكانوا محققين نجاح كبير جدا، لكن هي كان ليها يعني اسلوبها اللي كان في تجاوب بينها وبين الجمهور وفيها احساس. يعني عايزه اقول لكم عملت حفلات في العالم العربي كله، راحت تونس وراحت الجزائر وراحت لبنان وراحت سوريا والكويت، وطبعا مصر دي كانت غنت اغاني حتى وطنيه، بحبك يا مصر دي اغنيه بتمس قلبنا جدا، لان هي يعني نجحت واشتهرت وعاشت وماتت في مصر، فكانت مصرية برغم ان هي من اصول لبنانية، لكن حياتها كلها كانت في مصر ونجاحاتها كلها كانت في مصر. بالنسبة للجانب الشخصي للفنانة فايزة احمد، هي تزوجت 5 مرات، اول زوج ليها كان من سوريا اسمه عمر نعامي، وانجبت بنتها الكبيرة فريال، اللي بعد كده تزوجت الاستاذ احمد الصنباطي ابن الموسيقار رياض الصنباطي، والتاني كان مختار العابد من سوريا ايضا، وانجبت ابنها اكرم وبنتها اماني، بس بنتها اماني توفت وهي طفله صغيره. بعدين عازف كمان الاستاذ عبد الفتاح خيري، وبرده الجواز ما فيش يعني ما كانتش موفقه في حياتها الزوجيه الا مع الزوج الرابع الموسيقار الكبير محمد سلطان، عاشت معاه 17 سنه نجاح و17 سنة كانت في أوج مجدها ونجاحات وإبداعات، وقدموا مع بعض ثنائي ناجح جدا جدا. يعني في هذه الفترة كانت فايزة أحمد على القمة من أغاني واستقرار وحفلات، وكانت مستقرة يعني عاطفيا وإنسانيا وفنيا، وكانت حياتها هادية جدا في وقت زواجها من الموسيقار محمد سلطان، لأنه كان حاسس بيها وهي حبته جدا جدا جدا. للأسف بعد زواجها من الأستاذ محمد سلطان بفترة حصل خلافات بسيطة، بس للأسف اتطلقوا.